انت. الله يوفقك، شخصيه كويسه. حيا الله جبر. يا مرحبا، كيف حالك؟ يا مرحبا ومسهلا. شلون ما ترتبنا يعني؟ والله ما ترتبنا كلك حلا وقبله يا جبر والله العظيم. طيب جبر بسالك سؤال. تمام. دارج هنا بجنتل. طيب ابي رايك بالمتسابقين اخوياك من اي ناحيه؟ من جميع النواحي. اخوياي ما في حاجه راي، ما يحتاج فوق رايي. كفو. كلهم شفت ال 24 كلهم اطيب من جبر. هذا بيتغير كلامه ذا. ايه بيتغير متى؟ اذا انت صار ايه برنامج. لا انت صار برنامج يقلب على اخويا كلهم. قال ولا واحد فيهم كويس. شوف اسمع، انا طول عمر اخوياي مالي معهم يومين او يوم ونص. حلو. فهو صادق ما يعرفهم الحين. فما اقدر احكم. ايوه ما اقدر رد الدبلوماسي هذا انا ما ابيه. مو بدبلوماسي. لا ردك دبلوماسي. ايش تبغاني اقول؟ اقول ذا فلان فيه وفيه وفيه. لا ما اقول فيه وفيه. طيب زين، وش الاجابه اللي تبغاها انت؟ رد بالصحيح. قل انا والله الرجال توي عايش معهم، بس ابي انطباعك الاول عنهم. انطباعي الاول عن حضورهم، عن تكاتفهم، عن تبغى المجامله ولا التقدير؟ لا ابي الصحيح، ما ابي المجامله. انت الحين لما تسمع السؤال بعدين تجاوب شوي شوي. والله متحمس ليش؟ والله خلاص سوي اسلم كم واصل. والله وبالله وتالله رجل حلم. والله وبالله وتالله اني لحد الان ما شفت فيهم الشخص اللي يقول هذا مش كويس. طيب الان 24 رجل كلهم متقبلهم؟ اي والله العظيم غير صحيح. انا شوف قبل اخوياك كلهم. لا شوف خلاص شوف انا انت عندك غير صحيح. انا بس اسمعك حلان جنيف بساعدك. انا بفزعلك لان حسيتك انحشرت بزاويه. اوي وقف معك اسمك قول لي لا الله. انت متى قيمت اخوياك؟ انا إيه؟ انا قيمت اخوياي بعد 15 يوم. خلاص انتظر 15 يوم. خلص 15 يوم. اي بس انا اقول ما تقبلته. مو انا ترى شوف انا اجابتي اليوم هو يقول تقبلت الكل 24 رجال. خليني اعلمك اجابتي اليوم. بساعدك انا الله. اجابتي اليوم مثل اجابتي بعد 15 يوم. بساعدك انا. لا تحاول ساعدك. قص بفزع له. طيب ممكن انت عقلك ما شاء الله زين خلال ساعه ساعتين تقيمهم؟ انا تراني شخص هو ممكن يمكن على طول عرف ذا موده. يمكن بو سكني. يمكن نفس السكني اللي علمك سكني انت. إيه؟ تقدر تقول يمكن. شوف شوف تحت اذنه بو شيء واضح. قرب له فهو ارتاح على طول. يعني نفس الحين انت مرتاح. انت مرتاح له؟ اي نعم. لا قدام قدام والله اني قام يغمس صح؟ إيه؟ عارف العينات انا حلان من قبل يكون معنا في جنتل. كنت حلو. من جمهوره صح؟ احبه حتى هو قد زار حفل اخونا مصطفى الجبلي. نعم نعم والله نعم. وقابلته انا والله نعم. وعزمته انا وعيا صح؟ شوف والله العظيم اني ما عزمته بغيت اعذب. عيا صح؟ لكني احبه في الله. عيا عيا صح؟ اي صح؟ ايه في شوفة نفس ما يصلح. لا والله شوف شوف قيمتها انا على طول صح؟ جزاك الله. اسمع 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 هنيك على حلو صغير. ابعلمك انا رجال وراي مهمتي. يا ولد وافي يا رجال. ابعلمك اذا حد عزم قول تم. روح ابعلمك. ليه ما تروح؟ اسمع تم انا ما عندي مشكله. لا روح تم بس اذا عندي وقت. ايه انا رجال خلاص بعد جنت تجيني. اسمع ها على خشمي ان الله اراد وكتب لاجيك. ابشر شوف بعد جنت اسمع بس ها.